إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة لابد أن يطهر المكان الذي خرج منه البول والغائط. حدثب أبزي دقوا سيو بشنتي هون بالك الزوء سبوتا كسري وانت دا أخوينو كسلنا بزن ريو ملك أخونا. إما أن يستعمل الماء واستعمال الماء واضح. حدثب بما يجيرو تبوتا تخسري الله. أو استعمال المناديل الحجارة الأخشاب القماش. ويدما كاب ما يوصى ازلو بامن خو نخليو بسوفت خو نخليو ويدما بعنجيت خو نخليو صوري بزخونه ملكع بتفلالي ملكع خصري خلي. استعمال المناديل والحجاره والقماش يشترط فيه شروطا منها. حدثب كاب ما يوصى كمزي كم سوفت عينت كتكم تدا اخوينو قصيلنا نريين قد مخونتات كمال يجب ان تكون طاهره لا نجسه. حدثب انت دا بسوفت ختكم خوينو اتبؤتي ويدما بامن ختكم تدا اخوينو صوري كهونا لوتي ولا تكون محترمه. لا يمكن استعمل اوراق المصحف اوراق العلم اوراق الحديث خنتكم موزق بورقه تدا اخوينو اتي حديث قران تصحف خونا يكبو. ولا استعمل طعام الانس وطعام الجن او طعام دواب الانس وطعام دواب الجن الخبز العظم مثلا البرسيم دك سبات زتقوملو ويدما اغاتم اجنان زتقوملو وكم مغبي يكون كم تفلا لي نغر تخبر نغرات بقول كنت كم يغبانا اقل شيء لابد ثلاثه مناديل ثلاثه احجار ثلاثه ز وحده انت وحده كاب سلسته معنا سلسته امني ويدما سلسته سوفت غيرنا تبوتاتك نصري هذا اقل شيء زي تي نيشتي ز وحده مالح الا اذا كان الحجر او المنديل كبيرا يمكن يمسح من هنا مره من هنا مره من هنا مره يصح زخونو خوينو حدثب انت دا سلسته مني وي سلسته سوفت انت دا زي هاليو عابي انت دا خوينو اب حدا بوتا مصري قال اي بوتا سلساي بوتا غيرو تحنتو كتقم الله يخلي معناتي لابد ان يحصل النقاء تحصل النظافه. كيف نعرف انه حصلت النظافه والنقاء؟ يرجع المنديل جافا ليس فيه اثر لا بول ولا غائط. سلازي كمالا زقبو خال قد بخونت دم انتايو اتبوتاتي مصرايو خمي غيرنا اينا نراغاغز بتي امني يخون بتي سوفت غيرنا اتبوتاتي خنصري يخون لنا ابت سوفتتي اتافو سوفت صوري مخانا كمصرانا اتبوتا صوري مخانا نراغاغز. اذا رجع المنديل فيه اثر بول او غائط لابد يزيد يزيد حتى يحصل النقاء. زيغيرو خطكم اندهالوا اتبوتاتي زي مصرايو انت دا ارغاغيصو مليسو خدغاغمالو سوفتي يكون امني غيرو تبوتاتس قاع زصري كتقم يغبو مالتي والله اعلم.